سهلة وسامحوني سلف، لكل داء دواء، يحيي العظام وهي رميم. نعم، لكل سؤال في حل، ولكن احنا ما بنقرا. لو الاكل المأكولات كلها انضربت، لو هالكرة الأرضية كلها انضربت وانضربت وقريبا دمار شامل وأكثر، صوموا تصحوا. الجواب عند المسيح وعند الحبيب. وأنا ما رح أعرف أقراها في القرآن الكريم، بس المسيح قال خذوا كلوا، هذا هو جسدي، واشربوا، هذا هو دمي للعهد الجديد. ما فيكم تشفوا حالكم بسرعة خبزوا مي، بتموتوا. بدكن على القليلة حسب المرض مش أقل من سنة. مواد الحيوانية كلها بتشيلوها، الخبز الأبيض كله بتشيلوه، مش إنه هيدا على التنور. وحدة جابت لي خبز، ما فيني لكم، مغايت يا فاطمة، قلت لها مغايت، قال بس هي بالضيعة عملتهم. ولك ضيعة بالضيعة، مغايتها هيك. انتبهوا، ما تغيروا الشكل، غيروا العقل، عملوا خبز بالبيت بخميرة الغطاس، خميرة من 50 سنة. كل المطاعم الخبز مضروب بكل العالم، لا إلا اللي عم تعملوه بالبيت عندكم. وبعد في ناس أوادم بتضيع وهيك، لو خليت بليت العلماء هلأ اللي عم تحكي مش المسلمين، الحمد لله اللي شفت الإسلام قبل المسلمين معه كل الحق. ما رح أعرف أقراها إلا إذا قريتها مثل ما بتعرفوا بالأرمنة. مصطفى بيساعدنا، اسمه فصلت رقم 11، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتينا تيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في تفسير قوله قالتا أتينا طائعين، وقال أكثر أهل العلم بل خلق الله فيهما الكلام. سر كبير هالكلمتين بتنظف الكون كله. ما فيني إذا بتقروا أنتوا بتحسوها. من هالكلام قدر يشيل كل هالتلوث يلي فينا بأفكارنا بنوايينا. أنت بدك تجي، محمد طلع على الجبل، الجبل ما إجا عند محمد. انت بدك تغير النوايا بتحول السم الى دسم. محمد اكل سم عند المراه اليهوديه، قال لها ما خليت اخوتي ياكلوا، مين؟ ابو بكر وابو جعفر وعلي وكل. ولما اجى يترك جسمه راح لعند ستنا عائشه، عندها علم 1 and 0 من هي وصغيره، ما شاركته بالعرق، شاركته بالريق، اخذت المسواك وشاركته. هالعلم محطوط على موقع بيت الله بالكتب عربي انجليزي. بس شو فينا نعمل هلا نحن؟ السم انضربت الكره الارضيه كلها، ولحيه بافكارنا وبنوايينا ونحن. صوموا تصحوا، كلمتين عن كل المواد الحيوانيه، شيلوا السكر الابيضين وشيلوا الملح المكرر. بتضلكم تلاقوا ملح، قلت لكم رانيا اظن بتقدم ما في سكر بس في عندها ملح. الملح بلبنان كله مضروب، يلي بيروح لبرا بجيب ملح موراموتو احلى ملح. جيبوا شوي بالبيت ملح وقمح، المي ملوثه كلها، بضل في تلاقوا بخزين بشي مطرح، او بتروحوا لعند اجو بدريا كسر وين، وين هي المجنون بيعرفوا، روحوا لعند اوغست عبده، بتجيبوا شي حق 10 دولارات بالسنه، بتحطوها بالخزين المي، تفحصوا المي ما فيها ابدا تلوث، بتاكلوا بتشربوا بتسقد زريعه وكل شيء. لو كانت مي الدوله انت تحط هيك. فإذا في حل، اعقل وتوكل، شغل عقليتك بقى. كل ما عتمت كل ما ضويت، كل ما كبرت المشكلة بصير عندك يقظة. بهاللحظة علمني من علمني، إذا كبرت تصغر بأنوينا بأعمالنا. ما رح فيني أقراها، بس العلم تجي لعندي على البيت أو على الموقع بتشوفوها بتقروها أنتم بالعربي أحلى مني. هلا هيدا اكتشاف كوني جديد عن كلام السماء في بداية الخلق وكيف أصدر الكون ترددات صوتية هادئة. هالترددات هالكلمات أنت لحي فيك وفي أريحنا يا بلال.
الخوري اللي بيربع الجرس، بعدني بخاف كل ما بدي احكي عن محمد لازم احكي عن المسيح. عندي خوف من الأم العربية كتير، وإلا بقول أسرار كتير كنت على الشاشة مثل ما بقولهم بالبيت. كتار كانوا يقولوا لي مريم ما كان عندنا أي فكرة عن الإسلام، هذا هو الإسلام. بقول لهم هاي نقطة من هالمحيط، وأنا مثلكم خبرتكم عم بقرأ كتاب لأوشو وما آكل، اشتريت أعطيه للناس ويقولوا لي هذا قرآن. عبده من العراق، هذا في بالقرآن شيء اسمه سورة الكهف اللي شو؟ لا بالقرآن ما في سورة الكهف، ما تصدقهم، صدق العراقي. هالحوار بسورة الكهف سيدنا الخضر وسيدنا موسى. بعدين جبت كل الكتب اللي بيحكي فيهم لحو. موتوا قبل أن تموتوا. The art of dying. ما حدا مثل أوشو حكي عن الإسلام، مشان هيك ريغن قال لهم ما تقتلوا بصير بطل، سمموا له بيموت بثلاث شهور. حطينا له سم، ضل 5 سنين وما حكي إلا عن لا إله إلا الله. قال هيدي منا ملك محمد، هيدي فطرة الإنسان. الكون كله بيقول 4 جيستر الجنين الأرض الزريعة ستنا عائشة معلمة آدم لا إله إلا الله. بالمسيحية وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله. مش محمد قال لا إله إلا، هيدي مسؤوليتك أنت، انت شيله النيجاتيفيتي اللي فيك، اله المال واله التمر واله واله واله، بيطلع المي حتى ببساطه. فاذا كل هالامراض بهالمأكولات شكرا معناته ما بقى ناكلهم. تكونوا نباتيين بالاول مثل ما اكل كمال جملات. في ناس ما بتاكل ابدا، ما في نار، حتى الخبز بيعملوه بالشمس رقيق هيك ونحط على قماش. فإذا لكل داء دواء، نعم. يحيي العظام وهي رميم، نعم. إيمانك شفاك، نعم. هلا بدنا نكوع 180 درجة. تعملوا دخان من مواد خبرتكم كيف، كل شيء من الطبيعة. تحب تدخن لأنه عندك خصلة بدك هيدا شبعان من حليب أمه، بس هيدا أرجيلي ودخان. هلا بدنا نعمل ماسك، بدنا نعمله لهالولاد، بس نمشي بالطريق فرجيتكم اياها رح تكون حلوه كثير. بتضلك فيك تتنفس وتحكي، وهالماسك حلو هيك شكل فراشه هون هون وهون هيك كله خرز خرز. قلت العز للرز والبرغل شنق حاله، لانه ما بقى فينا نمشي بلا ما نحط قناع. بدنا القناعه ايه؟ والقناع. فإذا بهالآية العلماء عم تحكي كثير عن هالآية، وبتقول بلغ آية، وهلا بتشوفوا كيف بهالآية بتتوسع كل، بتشوف النجوم الكواكب المجرات، بتصير عندك هالطاقة الغريبة. شو مع طيوك أنت ما بتتسمع، حتى الطبيعة بتحميها وبتحمي كل شيء مثل ما عمل الحبيب بدعاء الطائف. ياخذ الحجر أحلى ما تضرب، ما تخلي دمي يغضب على الأرض، بركي زرعوا أخوتي وما طلع لهم زرع. تقروها حلوة كثير، بتفهموها أكثر مني بالعربي. نعم. أتينا طائعين. قال في اثنين عم بيدرسوا بالجامعة متفقين يحجوا بأمهاتهم بس يتخرجوا، وتخرجوا قام واحد واخذ أمه. تقابلوا بمكة. واحد منهم شايل امه على كتافه وعم بيطوف بيها، شايف زميله لحاله وسلم عليه، قال له وين الوالده؟ نحن متفقين نحج مع امهاتنا ونحملهم. قال له انا خيرت بين الحج والزواج، قالت ابي اتزوج وزوجتها. الثاني يلي امه لما سمعت قالت له نزلني حسبي الله عليك، انت وين؟ وين بر الوالدين؟ وين؟ هلا يا امي فيك تتجوزي او بتاكلي هيدي تقرشي؟ قالت له ليش عندي سنين يا امي تقدر اقرش هاي؟ ما فيها يا حبيبي. هون شوف تعثر طفل، فرأيت شفتيه تقولان شيئا، فدنوت أطمئن عليه. قال أنا بخير. سألته شو قلت؟ قلت لنفسي مثل ما كانت أمي تقول بسم الله عليك يا ولدي لو كانت هون. قالتها بس أمي سبقتني وسافرت على السما. يا حبيب قلبي
ما من لهم في موت وبدكم تتعذبوا في جهنم بدها تعذبك للأبد. نعم، من عجائب الدنيا النظارات الطبية وتقويم السنين صارت موضة، يا ريت تصير الكرش موضة. ما هلا الكرش موضة، بلا كرش ما في قرش يعني. قال بكندا منعوا يفرجوا الأطفال أي شيء رعب حتى لو عم بتجرح، بس بلبنان ليكوا شو عم نشوف بالأمة العربية، كيف رح يكونوا أولادنا اللي عم بيشوفوا تلفزيون؟ سكروا التلفزيونات كلها. هالحضرة بتحبوا تشوفوها، أنا ما بشوفها على التلفزيون. أنا ما بفتح تلفزيون، بوعى بكير أوقات، بس قد ما بشوف قبل البرنامج ومن بعده يعني دغري بسكر، بس قبله بشوف أشياء. وعن جارتي بفقس هيك، شو هالبرامج المنحطة كلها، كل محطاتنا. نعم، ليس هناك شيء اسمه فاتك القطار، كل القطارات لها طريق عودة، تفائلوا بالخير تجدوا. دايما يكون عندنا قد ما كان عندك احباط، قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هيدا الاحباط ما كان امبارح، هلا اجى، ما كان قبل شوي، مثل ما اجى بيروح، ما كان بالاول وهلا بيروح. ليش بيجينا احباط؟ لان نحن بنتمسك بالشفقه، الناس تشفق عليك، نحن بدنا الناس تهتم فينا. هيدي كلها مجاملات، ما بدي حدا يقول لي انا بحبك وانت هيك ونورتي مصر. شيلوا هالمجاملات دخيلكم، هالقد مصر معتمة. هاي كلمات قالوها للأولياء للأنبياء، ولي أنتو، أنت ولي. شوفوا هالولاد الأذكياء. واحد عم بيقول وقفت مع بنتي عند قفص الجيش، في جيش تاني وديك، قلت لها حتى اختبرها، قال يختبر بنته. شوفي يا بنتي ديك هيدا عنده اثنين نسوان وأنا ما معي إلا أمي. قالت يا بابا انت انسان وهو حيوان، اذا تبغى تصير حيوان تزوج امراه ثانيه. ما فاهم. هلا بدهم يضحكوا على العرب، شوفوا هالصوره. اثنين رجال يهود حخام، ما بدهم يشوفوا وجه امراه، قاموا حطوا تحجبوا لما ما يشوفوا مرة. ما تفكروا بس الهبل عنا، عندك كمان وهون وين ما كان. العالم عم بيمرق هلأ بتجارب قوية كتير، أكبر تجربة، ولكن ما تنسى هالتجربة. ليه؟ لن تكون قمراً رائعاً لو لم يحاصرك كل هذا الظلام. أنت هلال وقمر وبدر، طلع البدر علينا، نورت المدينة وشرفت المدينة. بس بدي غير حالي تيصير يا أمير المؤمنين، مش يا أمير الكذابين والمنافقين. الحق علينا، كل واحد هو بده يغير حاله. ولو انتوا انا مطرح البنت كمان بنقول هاي ليش انا مريضه وراسي عم بيجعني، واي انا مي واي مي، ليش الله ليش عمل فيي هيك؟ قالت لها طيب ماما رح منشوف ليش الله عمل فينا هيك، الله بيحبنا بس جيسوس كرايست هو عنده طريق خصوصي لنا. ليك جيبي هالبيضة، أنا ما بحب البيض. قالت لي طيب هيك ما بتحبيها بس جيبيها نكسرها. أنا ما بحب البيض أنا. جيبي لي هالتمر. إيه بحب التمر بس ما بحبه مع البيض. ليك رح نحطه هون. ما بحب هذا الحليب، ما بحب الزبدة، ما بحب طعين. قالت لي ليك شو رح نعمل؟ رح نخلطهم مع بعضه. نعمل فيهم قالب حلو. جربي ذوقي. قالت لها طيب. قالت لها وقت اللي بتعرفي تعملي خلطه، هيدي الخلطه النبويه الشريفه، روح كتب الانبياء، الطب النبوي الشريف، طب الامام علي. هلا هيدا هو المكب والمطب، يا بتقعد بالالقاب وبالجيب او بتفوت على علم الانبياء. ما عندنا غير حل، بلغ ايه؟ هالأمراض اللي عم بتزيد من الجنين تتصير بجهنم. ما كان في هون باب جهنم، الألماني الياباني الصيني الأمريكاني اللبناني. عمليش هالناس أكتر شي واقفين على جهنم اللبناني،
قالوا يا خي نحن كل شيء مميز عنا بلبنان، ابو العبد وام العبد وكل هيك، وهيدي جهنم تبعنا، بس كل هالناس ليش بتجي لهون؟ قال له الكهرباء بتضل مقطوعه، وبيجوا دغري بيكتبوا اسمهم وبفلوا وبيروحوا بيسوقوا شوفيريه تاكسي او بيعمل شيخ او خوري، وما بتدور الكهرباء، سو بينزلوا لتحت بيقعدوا وهشك بهشك كله بيجي وين نزلوا شوفوا جهنم. اجوا اللبنانيه وركبوا اي سي وصارت الله كلهم تحت، كل هال عم بيغنوا المطربين والمطربات، ليكوا اشكالهم كيف صارت شي بقرف عيونهم يعني هيك، ويلي بيعملوا صار على قدمي لا تغيروا في خلق الله. بتحضروا فيلم فلات لاينر بتشوفوا، لانه ما بقى في تناغم بجسدك، وقت غيرت الهرم هيدا مع هين فصل، ما بقى في تناغم. هلا ما فيك تحط مانيجير وبديجير تروح تصلي، خمس مرات بدك تصلي خمس مرات تحطي وبتشيلي، الحنه ما بقت موجوده، ما بقى في حنان وما في حنيه، كله كذب وكله اصطناعي وكله يلي. كل هول ببيعوا، وقفت عند واحد بالاشرافيه واشرافيك، قلت له انت بتاخذ منهم؟ قال لي سمعتك كنت اخذ وبطلت بس ببيع. قلت له البياع والكذاب مثل بعضهم، انت عم بتبيع سم عم تقتل الناس، كيف بدي اعيش؟ قلت له هي منا عيشه، كنس الطريق من قلبك، عم تقتل الناس، ليك هي شو معمول، شو مكتوب عليها، شو السايد افكت تبع اللي عم تبيعهم؟ هودي ما رح لكم بروتيين يكبر عضلاتك، لازم يطوى. ومرة طلع معنا واحد على التلفزيون هون كيف بيطول يعني، كل همه طبيب هو، قلت له الحمار هالقد وما راح لعند الدكتور تيطوله، ومبسوط انه بيطلع على التلفزيون بيخبر الناس كيف بدنا نطولهم، كيف بدنا نقصرهم، وكيف بدنا نشفط، كيف بدنا. هيدا يلي وصلنا مطرح ما وصلنا بهالايام، تركنا الله ولحقنا عبد الله، اللي عايش مع الله ما بده عبد الله. عبد الله يعني جايبتك، ما بدي جايبة عبد الله، بدي قلبك يا عبد الله، اعطيني قلبك يا بني. عملوا درس، اخذ كبايه مي رفع الاستاذ، شو وزنه؟ نص كيلو. بعد نص ساعة شو وزنه؟ بتصير أتقل بتصير أتقل بتصير أتقل، يا الله ما بقى فيني أحملها، بس هي وزنها مش عم بيتغير، ليش عم تتقل بإيدي؟ ليش ما بقى لجلدتها؟ ما تحمل صليبك وصليبي وصليبي هي وصليبي هي، احمل صليبك قال واتبع حالك، follow yourself don't follow me. المسيح ما قال اتبعوني، ما في أتباع، تابعونا على كل هالتلفزيونات عيب، تابعونا هالكلام اللي بتقولون كان بالاخبار او بالاخ والبار او هيئتكم وشكلاتكم وبعدكم معنا وبعدك هيك وكلمات جل اطلقين، يعني مش معقول ما في شيء بينحضر ولا محطه عربيه ولا اي برنامج، ما عم بقول لكم حضره مثل هيك، بس فك البرمجه هون، not reprogram او deprogram. وكثير من فك البرمجه هيدا الجفر، وقت اللي بتقرا بالعربي ربك فكبر ربك فكبر، مودته تدوم مودته تدوم، بس هلا بنكتب عربي وبنكتب سنسكريت العدد، صرتوا تعرفوا ليش بدي ياخذ اذن، ولو انت المفتي الازهر يعني بدنا اياك كلمه فاطمه الزهراء فاطمه البتول، كل لحظه عم بتموت وبتخلق من جديد مثل الزنبقه. المسيح قال ملك سليمان ما لبس مثله، لأن موت ولادي موت ولادي مثل النهر ينهر، كل لحظة عم نتغير. لو أي كلمة قريتها مرات ومرات ومرات هي نفسها اللي بهلي بقلي مريم ما قلتيهم هم نعرفهم، عمرك 80 سنة ومنك عايشهم، ابن 3 سنين عايشهم، مش لإلكم هالحضرة أبدا دخيلكم. كنت بالأول أقول واحد بالألف وواحد هيك أوشو وميتشو، هلا عم بيقولوا لي إذا واحد بالمليون من العرب بيفهموا، قلت له واحد بالمليون؟ قال لي وكتير، 300 سنة مريم تقدروا يفهموا صفحة من كذبك. قلت له أنا بسكر فيهم، قال لي لأن أنت متواصلة، التواصل والتواكل الإلهي. ما عندي شيء، أوقات ما بنام يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما بعرف،
خبز وماي جسمهين. هلا ان شاء الله تجعل امي العربيه، انا بخاف عليها. قالت لي كيف في عندكم الاردن؟ باعتمادك يا رب في نهر الاردن وبعدكم بتاكلوا وبتشربوا. قلت لها لانه صار نهر الميت ميت اكثر مما كان. كان سواح تجي، هلا بيجوا سياحات جنسيه. قالت لي كيف في عندكم الارز؟ ما بقى في الارز، ما بتتنفس جسمه. بس تكونوا بخندق مدري شو بيقولوا له تنز، خدوا قطع نفس، شايفين بدكم تفوتوا بهالخندق قد ما فيكم. فيك اوقات تضل ساعه اثنين ثلاثه ما تتنفس، تتعود وبعدين تطلع، او حطوا هواء واطلعوا. قد ما فيكم النفس قليل يكون مطرح التلوث، قد ما بتقدروا ما تعملوا عينيكم هيك. ايه فيكم تغسلون لانه بيبقوا مالحين كثير. حدا من الاصحاب يروح على البحر مطرح ما في مجرير بعيد كثير ويجيب جره بتحطها الماما مية الملح بالطبخ، وبتحطها لانه هي مية الملح هي المي تبع الولاده اللي ببطن الام والمي اللي بالبحر. تفتح عينيك وتقطر قطره قطره. هلا انا عم بركبها القطره وما راح اقلكم، بس تجوا على البيت بقلكم في اشياء كثير بركبها قدامكم بالبيت وبتاخذوها، لان بصيروا يتاجروا فيها. بيقولوا مريم هيدي ركبتها، لا ما تصدقوا، كل واحد حاطط صورتي عنده بالمحلات للبيع كلهم شيلون كذبي. ولا اي محل وبناء خاص بلبنان يلي حد اوتيل ديو ما الي علاقه فيهم ابدا. ما الي علاقه بحدا بلبنان بس بكفر قطره. ما راح اقول لكم من هو، قال لي ما بدي حدا يعرف فيي. إذا بدكم تاكلوا والخبز ليلى بس تعمل بتجيب على البيت. بقول لكم محطوط مطبخ عائلتنا بشار أنطون بيعمل الخبز قدامك. اعملوا خبز بالبيت والمي فيكم تكرروها تجيبوا من عند آجو حجر للي بينظف المي، حجر كلسي حجر. كل عمرنا اهلنا كان نحن وصغار بتعتم مية صفو او قليل من العرق اذا بنروح على ضيعه ثانيه. قللوا كثير البصل والثوم، حكي فيها الامام علي. شوفوا اي متى فيكم تاخذوه. المواد الحيوانيه كلها بتشيلوها. هيدا الامتحان هلا، هون بدنا نتغير. قد ما فيكم انتم تبلشوا تحطوا اكل صحي، حتى لو رحتوا على اي مطعم خذوا سلطه مثلا. بس ليش؟ ولا ماني جوعان، ما تجربوا تحكوا ليش بدكم تاخذوها. ما فيكم للاولاد، واحد تما ما يجي حدا ياكل من هون، قال كتب على شجره هيدي شجره المانجا ملوثه فيها سم انتبهوا. انه موجود كتبوا ورقه ثانيه، هلا صار في شجرتين فيهم سم واكثر من شجرتين. كتبوا قطفوا بده يفزع الاولاد تما ما تجي تاكل. بطلب من اللي عم يعملوا دخان وبنوع خاص بسوريا دخيلكم يعني، لا بقى تحطوا رصاص بالورق، ورق الشام. لانه انت عم بتدخن هالسيجاره عم بفوت فيك وعم تضر غيرك كمان. فيكم تشيلوها، بدكم ابعتوها لإلهم برصاص، عملوها هيك ولقطونا قال لي، بس اعملوا الدخان يلي معمول من الاعشاب الطبيعيه. هلا بلشوا الناس ما بدنا نتزوج، بدنا بس نساكن مساكنه. وما بدي اروح احضر محاضرات، شو هي المحاضره؟ المعلم بيحكي ونحن ما عم نفهم شيء، هيدا هو. بنزقف له للي عم بيعمل حديث انه سكوت. منين اجى السلام؟ ما معي سلاح بايدي. ما تسمعوا اي حديث، اي سياسيين، اخبار، كله هي بتشيلوه. 40 يوم هي بمدرسه العرفان، رح اقول لكم هي مدرسه زردشت. اول 40 يوم ما بنكذب، هيدي كذب ملح الرجال عنا. ثاني 40 يوم ما بنجامل. ثالث 40 يوم كل ما مشيت غرق اجرك بالارض. طلع.
على الدرج وطلع مثل الناقه، نقطيني ورقتيني، يعني حافي تكون وتمشي هيك. عشان هيك على الناقه هي غربل كلهم. حوالي 8 سنين تدرس بمدرسة العرفان، وبعدين على الصراط المستقيم. بيجي وقت بتسب المسبي محبة، اسكت وما تشوف انا جاينا. ما مشيت هون بأمة العرب، لازم دايما نتجامل. بس نحن اللي بنقرا بنعرف انه ما فينا بقى نجامل ابدا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا حبيب قلبي انت، كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. فقيل: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. مات المواطن والوطن باقي، مش بس الوطن، البق باقي والحق باقي، بس الإنسان في غابة وغاية النسيان. الحق علينا. ويك أب يا إنسان، نو ميك أب، دخيلكم شيلوا لي كل هالميك أب، رجال ونسوان، كل التاتو اللي عاملينه. هيدا جسدك ما تاكله الأم تدعي عليك وقت بكون جسد مريض. فإذا من حقك تختير وفوق الحق انك تكبر، اللي ما عنده كبير بيشتري كبير.